سبحانه وتعالى دائما نطلب التوفيق والسداد والنجاح. أعزائي المشاهدين، أعزائي الحضور، نتواصل هناك أيضا مع اندفاع جديد هناك أيضا بهذه الشعارات ومع الشوط التاسع هناك أيضا مخصص للإبكار محليات الأسهايل من هنا من ميدان الوثبة عاصمة الميادين لسباقات الهجنة العربية الأصيلة. أتواصل هناك أيضا مع هذا الشعارات الجميلة والمندفعة هناك أيضا مع الصدارة والمقدمة والمركز الأول. أتابع الصدارة، أتابع المقدمة هناك بنت ظبيان هناك أيضا من تتواجد على صدارة هذا الشوط، ولكن هناك شوط وصول جميل مميز هناك أيضا من شعار السلطنة سعيد بن عامر بن سالم المغري هناك أيضا من يتواجد هناك مع شوق ومع الصدارة. انتقل مباشرة مع المركز الثاني والوصول هناك أيضا من محنة سالم بن مظفر بن خموشة العامري هناك العملاق العناوي من يتواجد على الصدارة. هتواصل هناك أيضا مع المركز الثالث في هذه اللحظات ديما هناك أيضا مبارك بن محمد بن مبارك الخيلي، وصول جميل مميز من أهالي الخزنة هنا على المركز الثالث في هذه اللحظات. المركز الرابع هناك أيضا من القادمة الشاهينية علي بن ناصر بن علي الخيلي، والمركز الخامس من الجانب الأيمن هناك أيضا والتسلل المميز في هذه اللحظات من المكان الصعب يا سلام من القادم هناك والمنطلق. أشوف الظفرة خلفان بن محمد بن خلفان الهاملي والمركز السادس في هذه اللحظات. هناك مرموقة محمد بن حمود بن ثعلوب بن سالم الدرعي، ولكن أتابع من الجانب الأيمن الشاهينية محمد بن حمد بن خميس البطيني هناك أيضا من يتواجد على المركز السابع في هذه اللحظات، وهناك مرموقة شعار بن ثعلوب بينما المركز التاسع في هذه اللحظات. وصول هناك من بن صوغان سعود بن علي بن عبد الله الحبسي هناك أيضا من يتواجد مع هذه السلالة الجميلة والغنية دائما عن التعريف. المركز العاشر من القادم هناك والمنطلق في هذه اللحظات مبعدة حمد بن عبيد الحلوس العامري. هكذا النداء للمراكز العشر الأوائل المتقدمة الباحثة عن الناموس والمركز الأول. عودة إلى الصدارة هنا، عودة مع المقدمة مع الانطلاق الجميل والمميز هناك أيضا. الصدارة والمقدمة هناك أيضا أعزائي المشاهدين في هذه اللحظات. ما شاء الله، محنة 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 من تتواجد على الصدارة هنا مع المقدمة. راقب يلي بتراقب وطالع يلي بتطالع، هناك الصدارة والمركز الأول هنا سالم بن مظفر بن خموشة العامري هناك أيضا من يتواجد على صدارة هذا الشوط. أتابع المركز الثاني، أتابع مع شوق هناك أيضا على ثاني المراكز في هذه اللحظات سعيد بن عامر وسالم المغري بينه والمركز الثالث. هناك وصول جميل مميز من ديمة هنا، الله الله الله، وصول جميل من مبارك بن محمد بن مبارك الخيلي هناك بينما المركز الثالث. أتابع الظفرة، أتابع الظفرة تتسلل من مركز تلو مركز في هذه اللحظات. سلامي عليك يا الهاملي، سلامي عليك يا الهاملي على هذا الحضور الجميل خلفان بن محمد بن خلفان الهاملي. بينما المركز الخامس من المكان الصعب هناك محمد بن حمد بن خميس البطيني مع الشاهينية تنتقل هنا وتشكل المربع الذهبي في هذه اللحظات. المركز السادس، المركز السادس الشاهينية علي بن ناصر بن علي الخيلي من يتواجد على سادس النداء. المركز السابع، أتابع هناك مبعدة حمد بن عبيد بن حلوس العامري هناك أيضا من يتواجد على المركز السابع. المركز الثامن، هناك الوصول الجميل من منصورة علي بن مانع برحمه الشامسي هنا من يتواجد على المركز السابع أو التاسع في هذه اللحظات. والمركز العاشر هناك أيضا من المكان الصعب هناك أيضا راقب 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 هناك يا مخرجنا المبدع دائما هناك أيضا وصول جميل من الشاهينية ومحمد بن سعيد بن سليم مسالم الاكتبي هناك من يتواجد في هذه اللحظات. أشوف شعار بن مفتاح قد وصل، أشوف شعار بن مفتاح مع مقصص علي بن راشد بن مفتاح الشامسي وشعارات جميلة مميزة في هذه اللحظات. الله الله الله، الناموس هنا يتجه هنا في هذا الشوط. عودة إلى الصدارة، عودة إلى المقدمة مع المركز الأول هنا مع الانطلاق الجميل. سلامي على العملاق العناوي هناك أيضا الذي مسيطر سيطرة كاملة واضحة جميلة مميزة هناك مع صدارة هذا الشوط ومع المقدمة هنا.
محنة هناك ما زالت على صدارة هذا الشوط. سالم المظفر من خموشة العامري هناك من يتواجد على الصدارة مع المركز الأول. الله المركز الثاني. أتابع هناك أيضا شوق، وصول شوق هناك أيضا، وصلوا أهالي السلطنة، وصلوا أهالي السلطنة وبالتحديد أهالي الشرقية هناك أيضا مع شوق على ثاني المراكز. المركز الثالث، الله الله، خلاص وصلنا مع الكيلو الأخير، الكيلو الخطير هناك أيضا مع الأمتار الأخيرة. يا سلام يا سلام يا سلام، وصل البطيني هناك أيضا مقدما الشاهينية. المركز الرابع، وصول من الظفرة، يلا يا الهاملي يلا يا الهاملي، الجماعة غادمين واصلين هناك مع الذيبة. عبد الله بن مصبح بن عبد الله العامري هنا، تكفى حافظ على هذا الاسم يا العامري مع المركز الخامس. خلوني مع الصدارة هنا، ارصد لي مع المقدمة هنا، مع تابع الصدارة هذا الشوط. محنة 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 ما زالت، محنة ما زالت، محنة مع الصدارة مع الانطلاق الجميل. سالم بن مظفر من خموشة العامري، يا سلام، الخمسمية متر الأخيرة هنا. الله الله الله، البطيني واصل، وراعي شوق وصل، وصل في هذه اللحظات. مغري وصل هنا أيضا على ثاني المراكز. السلام وين؟ السلام وين؟ سلامي واحترامي هناك أيضا مع صدارة هذا الشوط. سلام يا سلطنة، سلام سلام على هذا الأداء. ولكن هناك أهالي العين، أهالي العين هناك أيضا، وصول جميل ومميز هناك أيضا. أعزائي المشاهدين، الله الله الله، العملاق العيناوي مع محنة سالم مظهر بهموشة العامري من يتواجد. ولكن 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 محنة محنة محنة، سلام سلام يا السلطنة، وبالخصوص أهالي الواصل. المركز الثاني هناك أيضا الوصول من محنة، محنة سالم بن ظفر من خموشة العامري. المركز الثالث، أتابع هناك أيضا تحذير محمد بن سالم بن سعيد الوهيبي. المركز الرابع، هناك أيضا الوصول من الشاهينية محمد بن حمد بن خميس البطينية. المركز الخامس، هناك أيضا الوصول الجميل من الظفرة وخلفان بن محمد بن خلفان الهاملي. هكذا النداء للمراكز الخمسة الأوائل المتقدمة. هناك أيضا أيضا التسلل الجميل مع الأمتار الأخيرة والاندهاء المميز هنا من هذه الذلول العملاقة المميزة بهذا الشعار. هناك أيضا محنسة أو هناك أيضا أعزائي المشاهدين شوق سعيد بن عامر بن سالم آل مغيري 7:46 تسعة أجزاء من الثانية. تأتي هناك أيضا أعزائي المشاهدين محنة قدمت العرض الجميل والمميز لسالم بن ظفر مخموشة العامري مع حاملها التوقيت الزمني 7:47.3 من الثانية. بينما المركز الثالث، هناك أيضا لحظات الوصول والعبور هناك أيضا من تحذير محمد بن سالم بن سعيد الوهيبي، أيضا وصولها وعبورها لخط النهاية 7:48.6 من الثانية. تهانينا والناموس للجميع.